بصفتي رئيسة فروع العاصمة، فدوري الأساسي هو الإشراف إدارة الفروع المتواجدة بمسقط، وأيضا تقديم توجيه الاستراتيجي لتعزيز خدمات الزبائن المصرفية. كم انتشار البنوك وتشابه معظم منتجاتها، فتبقى تجربة الزبون قبل وبعد تقديم الخدمة هي الأساس في استدامة العلاقة بين الزبون والبنك. فمن ضمن استراتيجياتنا الأساسية هي تقديم تجربة استثنائية للزبائننا وإيجاد الحلول الميسرة لهم. من خلال خطة توسع شبكة فروع العاصمة، نهدف إلى تعزيز وزيادة قاعدة زبائننا في بنك ظفار، وأيضا تحسين إمكانية الوصول لتقديم خدماتنا لشريحة أكبر في المجتمع. للحفاظ على قدرتنا التنافسية في السوق، فالتحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لزبائننا هي من أساسيات العمل المصرفي، وهو مطلب لشريحة كبيرة من المجتمع. أنا جدا فخورة بتواجدي في عائلة بنك ظفار، فأرى أننا بنك طموح، لدينا الإمكانيات والكوادر الجيدة وفريق عمل متعاون، رؤيتنا واستراتيجيتنا واضحة، وكل ما تحقق خلال الفترة الماضية يؤكد على ذلك.